خلصت؟ تفضل وقع العقد. امضى. مش عمدي. ما تنساش اخوك في خطر. وايه الجديد؟ ما كل اخواتي في خطر. وبعدين انت كنت فاكراني ايه يا جمانة؟ اذا كان اخويا وطني فمحسوبك ابو الوطنية. انا هبعت رسالة الفوضى عشان اطمنه. يا فرج الله. قشطة رجالة الدقي. رجالة الدقي ابو بالواجب. الرجالة رجالة مش ام قصة. بقولك ايه، قلتيلي اسمك دبانة؟ لا جمانة. جمانة. بص يا روحي، يا ريت تبلغي الكوتش ان احنا مش عايزين منه توكيل الادوية ده خالص. ما بنحبش الادوية بصراحة، بس احنا بنتعالج طبيعي، ها؟ من غير ما ندفع ولا مليم شرط جزائي. تجننت يا فوزي ولا ايه؟ استاذ فوزي يا تافه. وعلى فكرة ابو، ذاكروا العقود يا جماعة، في بند في العقد يحق لنا استبدال المنتج. ناخد منكم ايه بدل الادوية؟ ناخد منكم ايه يا واد يا فوزي؟ ناخد ورق تواليت. فعلا ورق تواليت ننشف بيه لمؤاخذه ايدينا. وما تنسوش الكوميشن بتاع الاموره والامور، بكرتين ورق وازازه فينيك. استنى يا فوزي. عايزه مني ايه تاني؟ لعبتك اتكشفت خلاص. انا لا يمكن ابيع اخويا. ومالك فخور بنفسك كده؟ ده غباء. مستعد اعيش طول عمري غبي عشان احس اللي انا حاسه دلوقتي. يعني تضحي بكل الفلوس دي علشان العبط اللي بتتكلم عليه ده؟ واضحي بقدهم 10 مرات. البني ادم بيلاقي نفسه مره واحده في العمر، وانا لقيت نفسي خلاص. جهله ورجايين. وانتي طماعه وكلبه فلوس. هتفضلوا طول عمركم ورا. يا ريت نفضل طول عمرنا ورا، بس ورا الحق. بص يا فوزي، خليك انت وفوز بشعراتكم دي، بس انا بنصحك مش هيسكتوا. حال يزيد بقى في ايديهم. اللي انت ما تعرفوش يا قطه ان يزيد وابوه في امن مكان في الدنيا، في مصر. وزمانهم بياكلوا كشري في الدقي كمان.